وللوقوف عند أوضاع الروهينجا ينضم إلينا عبر الهاتف من لوسيرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني. سيد أركاني، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن جيش ميانمار ارتكب أخطر الجرائم بحق مسلمي الروهينجا. كيف يتعامل الجيش مع المدنيين الروهينجيين سيد أركاني؟ نعم، هذا الكلام ليس بجديد. نعم، جميع المنظمات المعنية ذات الصلة بحقوق الإنسان يعني صرحت فيما مضى أن هناك جرائم إبادة بما فيها الأمم المتحدة، يعني اعترفت أن هناك جرائم إبادة ضد المسلمين الروهينجا في بورما. نعم، الجيش البورمي جيش يعني إن صح التعبير يعني هو جيش دموي، جيش دموي بكل ما تعني الكلمة. فهذا الجيش الآن خطط لإبادة المسلمين، ليس الآن، منذ وقت بعيد. كما تعرفون يعني القضية يعني منذ قرابة 70 سنة أو أكثر، ومسلسل الجرائم ومسلسل القتل والتشريد مستمر بصورة وأخرى، ولكن هناك تظهر موجات قتل عام كما حصل في عام 2016 و2017 وقبل ذلك. نعم، الآن الجيش البورمي كما قلنا مرارا انه قام بتخطيط هذه الجريمه على يعني بجميع بتوفير كل متطلباتها. فاولا يعني فيما مضى قام بقتل وحرق واغتصاب بعمليات واسعه، فاقدمت وعلى هذا يعني تم تشريد قرابه يعني 800,000 شخص الان موجودين في بنغلاديش. طيب، فالان المرحله انتهت، والان من جديد هناك مرحله اخرى. فمنذ يعني سنة تقريبا الحكومة البورمية يعني تتظاهر أنها يعني معنية بعودة اللاجئين إلى بورما، هي ظاهريا تسوق هذا الكلام، ولكن في 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 أرضية الواقع لم تقم بأي شيء، بل قامت يعني بإجراء كل ما يعني ما يفضي إلى عدم عودة اللاجئين. نعم سيد أركاني، الأمم المتحدة يعني حذرت من نشوء ما وصفته الجيل الضائع من أطفال الروهينجا المسلمين. هناك أيضا وجود ما يقارب 500,000 شخص في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش يواجهون المخاطر كما تذكر الأمم المتحدة. تعتقد أن المجتمع الدولي قام بدوره سيد أركاني؟ للأسف المجتمع الدولي لم يقم بما ينبغي عليه، يعني بما ينبغي عليه، والمجتمع الدولي مسؤولية كبيرة. هؤلاء يعني إن كانوا مسلمين هؤلاء بشر. نعم، يعني لنا القضية قضية المسلمين، لذلك يعني حتى اهتمام الدولي يعني لم يكن يعني بالصورة المطلوبة. فنعم، المستوى الأعمال الإغاثية والإنسانية كانت هناك جهود، هناك تعاطف، وللأسف يعني المشكلة الأساسية هي الكراهية المتجذرة في داخل بورما من حكومة وشعب وكل الأطراف المعنية بالقضية. فكلهم متفقون على عبادة هذا الشعب، والعالم يتفرج ولم يحرك ساكن لوقف هذه الممارسات اللا إنسانية. والأمر الجديد الآن أريد أن أركز عليه يا أستاذي، يمكن نعم. يعني سمحت لي. تفضل. نعم، هناك الآن مستجد الآن الحكومة البورمية منذ سنة تقريبا تسوق للعالم أنها معنية بعد اللاجئين، ولكن في حقيقة الأمر هي تقوم في الأرض كل ما يؤدي إلى عدم عودة هؤلاء اللاجئين. والآن يعني منذ أسبوعين تقريبا الحكومة البورمية أعلنت أن هناك جيش ما يسمى جيش أركان، وهؤلاء ميليشيات بوذية يعني أقامته الحكومة البورمية في داخل بورما، وعددهم قرابة 7,000 شخص. هؤلاء قاموا حسب ما أعلنت الحكومة البورمية قاموا بهجوم على عدد من المراكز، يعني مراكز الأمنية داخل الأركان، مما أدى إلى يعني قتل قرابة 13 شخص وإصابة آخرون. وبالتالي فقالوا أن هناك هذه أيضا مسرحية يعني لجعل أركان غير صالحة لعودة اللاجئين مجددا، حتى يسوق للعالم، حتى يعني تظهر لتقول أن أرض أركان الآن معركة بين يعني، وبالتالي فهي غير مهيئة لاستقبال اللاجئين. وبالتالي فالحكومة البورمية تخطط لمنح هذه يعني هذه المساحة من أركان لما يسمى جيش أركان البوذي. فبالتالي
فيمنع يعني وصول المهجرين من بنغلاديش الى 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 بورما مجددا. فكما تلاحظون فهؤلاء يعني الميليشيات تدعي حكومه بورما انهم متمردون، ولكن للاسف يعني ليسوا متمردين. فهؤلاء يملكون الان يعني اسلحه متطوره، اسلحه غربيه وشرقيه وصينيه بما فيها يعني اسلحه مضاده للطيران. فتصوروا في هذا الجيش ما يسمى جيش أراكان أسس منذ 2009، والآن عندهم قرابة 7000 شخص وعناصر مدربة يعني مسلحة بصورة جيدة. نعم سيد أراكان، الحكومة البورمية بتسليح هؤلاء، وكيف حصلوا على هذه السلاح والآن تسوق للعالم على أنهم متمردون؟ فهؤلاء الآن يعني غيروا المشهد، وبالتالي أن لا يعودوا الروهينجا إلى أرضهم يعني بالمرة. من لوسيرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأراكاني، شكرا جزيلا لكم.